النجمات يخترن الظهور بأفضل الإطلالات، لذا تظهر بعضهن بإطلالات ذات تكاليف باهظة تعرف معنا على أغلب فساتين ظهرت بها النجمات. فستان زفاف كيت ميدلتون. ارتدت كيت ميدلتون دقة كامبريدج فستان زفاف صممته سارة بيترون المديرة الإبداعية للعلامة التجارية ألكساندر ماكيكوين، ووصل سعره ل 288 ألف دولار. فستان نيكول كيدمان. اختارت النجمة الأمريكية نيكول كيدمان في حفل الأوسكار عام 1997 فستان من العلامة الشهيرة كريستيان ديور بسعر 2 مليون دولار، وهو من تصميم جون جاليانو، وهو أغلى فستان صنعته ديور على الإطلاق. فستان مارلين مونرو. ظهرت الفنانة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو في عيد ميلاد الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي بفستان مرصع بأكثر من 2500 قطعة كريستالية، وتم بيعه فيما زاد عام 2016 بأربعة ملايين وثمانمائة ألف دولار. فستان مي عمر من تصميم هاني البحاري. صمم البحاري فستان زفاف أنيق مميز مرصع بالماس والأحجار الكريمة، وتم عرضه في ختام عرضه للأزياء السنوي، وارتدته مي عمر وبيبلغ سعره 15 مليون دولار. فستان يسرى اللوزي من تصميم هاني البحاري. ظهرت الفنانة يسرى اللوزي في عرض أزياء للمصمم هاني البحاري بفستان زفاف مرصع ب 120 قيراط من الماس، وتجاوز سعره 5 ملايين دولار. فستان بلقيس فتحي. ظهرت المغنية اليمنية بلقيس فتحي خلال حفل زفافها بفستان مميز مرصع ب 24 ألف قطعة ماس، ووصل سعره ل 37 مليون دولار، وهو من تصميم السعودية تيما العابد.